أنا قلت له حصة راح أعزم أبوك على عرض أكبر من العرض اللي كنت أقدمه، وايد راح أستانس لو جيت وياهم، وأذكر أنك قلت لي أنك راح تزعل لو ما عزمتك. أنا وعدت نفسي بأشياء وايد، لكن ما أذكر. وعدت نفسي قبل يومين أغسل السيارة، كل يوم ماي أوقف قدام السيارة أطالعها دخل داخل. في عندك عرض تبغين تضحكين الناس، بس انا احس ما فيني شيء يقدر يضحك. انا اسفه والله، انا ادري اللي تمر فيه وايد صعب، بس صدقني ما كنت اقصد شيء. انتوا كلكم ما تقصدون شيء، حتى ميرة فجأة تدور على أشياء عشان تشغل حياتها، حتى حصة تبغي تتقرب مني هالأيام، وانتي واقفة هني عند الباب علشان تطلعيني من الحالة وتخليني أضحك وأعيش. بس أنا ما أبغي هذا اللي انتو تبغون، لأن كلكم ما تشبهون سارة.